أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد أن يوم الشباب الدولي هو حدث مهم لاستحضار ما تقدمه مملكة البحرين من مبادرات شبابية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وكذلك وقفة للتأكيد على دور الشباب في بناء بحرين المستقبل. وأضاف أن توجيهات جلالة الملك المفدى والجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد ساهمت في جعل التعليم بالمملكة أكثر تطورا وازدهارا. وأشار سعادة الوزير للاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالشباب البحريني وجعله الأساس في عملية التنمية التي تشهدها المملكة. وهنأ وزير شؤون الشباب والرياضة الشباب البحريني بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من شهر أغسطس والذي حمل شعار النهضة بالتعليم. وبين المؤيد أهمية دور الشباب البحريني في عملية الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى عبر برامجها إلى التعاون مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.